ولكن في لعبة أخرى، رياضة من نوع مختلف، يمكن الصوابع هي اللي بتبذل فيها مجهود لأنها ليها علاقة بالشطرنج. في لاعب بطل العالم المصري في لعبة الشطرنج اسمه أحمد عدلي، على ما يبدو أنه واجه مشكلة وهو راح يشارك في بطولة ما. خلونا نسمعها منه مباشرة، هو معانا على التليفون أحمد عدلي بطل العالم في لعبة الشطرنج. أحمد مساء الخير. مساء النور أستاذ رامي. أهلا بك يا أحمد، إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل؟ طيب خلينا بس عشان ما الموضوع ما يتحصرش في مشكلة واحدة أو اللي حصل الموقف دلوقتي، ممكن أستأذن حضرتك أحكي الحكاية من البداية للناس عشان يكون عارفين اللي بيحصل. طيب بس علي صوتك، ويعني ما قل ودل دائما هو الافيد. اوكي تمام. طيب الحكايه بدات بناشئ سنه 95 عنده 8 سنين بيحب بلده وبيحب رياضته اللي هي رياضه العقل الشطرنج. 97 انا كنت سابع عالم ومحدش عبرني ولا قال اي حاجه. مش مهم، اكيد مطلوب مني احسن. 2001 بطل عرب بطل افريقيا. خدت مكافاه 180 جنيه شهاده استثمار تصرف بعد 6 شهور. كم؟ برضه محدش كرمه. 180 جنيه؟ جنيه شهادة استثمار. بطل عرب وبطل افريقيا. تصرف بعد 6 شهور، مش مشكلة. ولا تكريم، مش مشكلة، أكيد مطلوب مني أحسن. 2003 كنت تالت عالم، برضه محدش كرمني. 2003؟ بطل افريقيا. 2003 كنت تالت عالم؟ أيوة. 2005 بطل افريقيا رجال وأنا 18 سنة. مش مهم، مش لازم تكريم، لسه ما حققتش اللي نفسي فيه. لسه عايز أرفع علم بلدي أكتر. فرحان بنفسي بكم مره بطل العرب بطل افريقيا وكذا مره اكسب 3 ميداليات ذهب في دوره العاب افريقيه او دوره العاب عربيه ورابع عالم وثالث عالم بعدها. عملت كل ده من غير ما يتصرف عليا مليم ومن غير ما يتجاب لي مدرب من غير تشجيع، بس لسه محتاج اعمل اكتر. ماشي. 2007 الوزاره كانت رافضه تسفرني اصلا بطوله عام للشباب، وفي الاخر وافقوا يعني بالعرب. يعني ايه رافضه؟ كانوا رافضين ان سفر اللاعب من غير ما يكون وعد ان هو يطلع في الخمسه الاوائل، وانا كنت المصنف رقم 21. المهم قلت مش مهم، هجهز انا نفسي. ووافقوا في الاخر بالعافيه ان انا اسافر لوحدي من غير مدرب ومن غير مرافق حتى. وعشان انا عايز اعمل حاجه سافرت معسكر على حسابي. قبل البطوله. طلعت المعسكر، جهزت نفسي ورحت على بطوله العالم وانا المصنف رقم 21 في البطوله وكسبتها. بقيت بطل عالم. بقيت بطل عالم في سنه 2007. اول مره في تاريخ مصر والعرب وافريقيا بطل عالم شطرنج مصري. ما شاء الله. ورجعت مستني الاحتفالات العظيمه بقى، مستني التكريم الكبير. ما انا بطل عالم يعني، اصل ما فيش بعد كده. الحمد لله ربنا يخلي لي بابا استناني، كان مستني في المطار. الحمد لله هو ده كان التكريم. كان كفايه عليا قوي الحمد لله. وخدت مكافاه بعدها باربع شهور على بطوله العالم، والله العظيم ما كملت ثمن المعسكر حتى. كام؟ بلاش رقم. لا اقول يعني كان 180 المكافاه الاولانيه. لا 180 جنيه دي كانت مكافاه بطوله العرب. تمام. بطوله العالم بقى مكافاتها كام؟ مكافاه بطل العالم كانت 15000 جنيه. ها 15750 بالظبط. تمام. ما تاكلش ال 750. ايوه ده 750 جنيه. تمام تمام. برضو قلت مش هسيب منتخب بلدي وهكمل. تمام. 2013 اتأهلت لتمثيل افريقيا ضمن 6 بيمثلوا القاره وبلدهم في كاس العالم. بس كان لسه فاضل شهر عشان هخش جيش، اتمنعت من السفر. وكان معايا قرار وزاري ورحت قدمته واتقال لي لا مالكش سفر، روح سلم نفسك. كان لسه فاضل شهر. بس ممنوع من السفر عشان لسه هخش الجيش كمان شهر. قلت مش مهم، اكيد بلدي عايزاني اني بادي واجب في مكان تاني. وكملت. وخلصت خدمتي العسكريه. تمام. بعد ما كنت مخلص بكالوريوس اكاديميه بحريه. 2014 رجعت وخدت بطوله افريقيا الشطرنج السريع. وتاني افريقيا شطرنج عادي. وتاهلت لكاس العالم عشان نمثل القاره وامثل مصر في بطوله العالم رجال، ده كان من شهر. والحمد لله اديت اداء مشرف جدا في كاس العالم في اذربيجان. جبت المركز الكام؟ لا يعني هي بتبقى ادوار. تمام. انا الحمد لله اديت اداء محترم جدا، وكنت يعني خارج من دور ال 128، بس ده بتوع عام رجال انا كنت بلعب بطل العالم.
بطل عالم ليتري تمام. فرجعت بدات اجهز نفسي، عندي بطوله بحر ابيض متوسط كمان شهر، بجهز نفسي من غير مدرب ومن غير اعداد ومن غير اي دعم تمام. دي البطوله بقى اللي احنا بنتكلم عليها، بطوله بحر ابيض متوسط هتتعمل في لبنان 15/10 تمام. انا رايح امثل مصر وفجاه وانا بجهز نفسي عرفت ان لازم موافقه امنيه عشان تسافر لبنان، لازم تروح تطلع تصريح، لازم اطلع تصريح امني، انا معايا موافقه من الجيش ومعايا شهاده خدمتي ومعايا كل حاجه، ما عنديش اي مشكله امنيه. فروحت لو سمحت يا جماعه انا عايز اطلع تصريح امني، قال لا معلش اصل ممنوع السفر لبنان من غير موافقه امنيه، وانت مالكش موافقه امنيه عشان الوظيفه في الباسبور بكالوريوس. يعني حصل على بكالوريوس دي حاجه وحشه، فقالوا لي لا بكالوريوس انت البكالوريوس بيسافروا هناك يشتغلوا ودي وبيعملوا مشاكل هناك، فمش هينفع تسافر، اللي بيسافر لازم يكون مكتوب وظيفه على عنده شغل. يا فندم انا رحت 56 دوله في حياتي قبل كده، يا فندم انا سافرت لبنان كتير قبل كده، انا مش رايح اهرب، انا رايح امثل مصر، انا رايح مهمه رسميه وبتكليف من الاتحاد بتاعي. ما حدش قال حاجه. طيب هل حاولت ان انت تخاطب وزير الشباب والرياضه في هذا الموضوع؟ يا فندم اتمنى، بس اتمنى ان الاهم من ده ان القانون قانون على عيننا نوع على راسنا، بس القانون برضو في روح. الحكايه هنا مش حكايه احمد ولا بطل عالم شطرنج ولا الكلام ده كله، الحكايه انها لو مشكله فنانه او لاعب كوره او حد صوته عالي او حد بيتخانق او حد بيشتم ومش عارف حتى يكسب بطل افريقيا، كان زمان المشكله اتحلت في لحظتها. الحكايه ان احنا بنحارب الناجح عشان لازم يفشل، وبناخد النموذج الفاشل عشان يكون هو المثل الاعلى للمجتمع. لا ما اعتقدش، يا ريت ندعم ابطالنا شويه، لان احنا لان عندنا ابطال كتير قوي المنهج يعني هم ابطال عالم بس ما ولا حد يعرف عنهم حاجه حتى. طيب يعني انت ما حاولتش تخاطب وزاره الشباب والرياضه؟ يا فندم انا عندي اتحاد، الاتحاد المفروض هو اللي مسؤول عني، هو اللي بيخلص لي للحاجه دي. انا يعني احنا مش لاقيين دعم، مش لاقيين اي تشجيع، احنا بالعافيه يا بنطلب قرار وزاري. طيب احمد النهارده يوم 7، انت بتقول البطوله يوم 15 مظبوط؟ مظبوط يا فندم. يعني كمان 8 ايام مظبوط، يعني لو الاجراءات دي خلصت ممكن تلحق البطوله ان شاء الله. طيب يعني اتمنى يكون وزير الشباب والرياضه سمعنا، او المسؤول الاعلامي في الوزاره يكون بيتابع عشان يوصل هذه الشكوى الى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. المهندس خالد عبد العزيز الراجل بيحب الرياضه جدا، وانا بجد صحيح بحبه واحترمه جدا، وانا اتوقع انه هيحل المشكله دي على طول. يعني اذا كانت محتاجين دعم، محتاجين تشجيع مش بس الشطرنج، للرياضات، فاهم قصدي؟ واتمنى المشكله تتحل يا رب، لان مصر لما هكسب بطوله بحر ابيض متوسط ان شاء الله لو ربنا وفقني، اكيد مش بيتقال احمد عدلي، بيتقال مصر بطله بحر ابيض متوسط ان شاء الله. تلحق البطوله يا احمد، بشكرك شكرا جزيلا. اللاعب الشاب احمد عدلي بطل العالم المصري في لعبه الشطرنج، اتمنى وزاره الشباب والرياضه يكون حد منها سمعنا دلوقتي علشان يوصل الكلام ده للوزير المهندس خالد عبد العزيز، لعل وعسى يمكنه يعني ان يتخذ بعض الاجراءات اللي من خلالها هذا اللاعب يشارك في البطوله ويرفع اسم مصر وان شاء الله يرجع بالمركز الاول.